أحييكم مشاهدينا الكرام من مطار القاهرة الدولي، حيث ننقل لحضراتكم مراسم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. هذه الزيارات المتبادلة والحراك الذي تشهده الساحة في المنطقة ربما انعكست بشكل واضح وكبير على كثرة هذه الزيارات وتعددها ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا العاهل الأردني. ربما السبب في هذا الحراك يرجع إلى ما تموج به المنطقة من أحداث وعلى رأسها ما يدور في قطاع غزة، حيث أن هذه العلاقات الممتدة منذ قدم التاريخ والذي يجمع بين مصر والأردن تزيد من التقارب الأخوي بين البلدين الشقيقين اللذين يتمتعان بتوافق نموذجي في الرؤى والأهداف السياسية، كذلك لكون القاهرة وعمان يمثلان رمانة الميزان في المنطقة مع سعيهما المتواصل والدؤوب لاحتواء التصعيد في أي دولة عربية شقيقة، سعيا للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. القضية الفلسطينية أيضا تمثل نقطة إيمان مشتركة لمصر والأردن، حيث تعمل القيادة السياسية في البلدين دوما على نصرة الشعب الفلسطيني بشتى السبل الممكنة والحفاظ على حقوقه التاريخية ورفض الاعتداء على حقوقه المشروعة في الحصول على دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وكما نتابع مع حضراتكم الآن وصول طائرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. دعونا نتحدث هنا أيضا عن الدور الذي يقوم به الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، إذ يبذلان منذ اليوم الأول للحرب في 7 أكتوبر جهودا حثيثة دبلوماسية وإنسانية تاريخية بشأن وقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة. فمنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مثل الدور المصري الأردني في التعامل مع تلك الأزمة والسعي لاحتواء تداعياتها ووقف العدوان على الأشقاء مثل نموذجا قويا يحتذى به في العلاقات الثنائية بين الدول وبعضها. فالتحركات العربية والدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة لم تتوقف. ودعونا نتحدث هنا أيضا عن توافق جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في هذا الشأن. فالقاهرة وعمان لديهما موقف واضح وصريح ومتطابق بشأن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة خلال هذه الحرب البشعة بحق أهلنا في قطاع غزة. فمصر والأردن يعملان على مدار الساعة وعلى كافة المستويات لوقف الحرب والتخفيف من آثارها على الأشقاء في القطاع. وكما نتابع مع حضراتكم الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصافح شقيقه ضيف مصر الكريم الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. حديث بل هو حديث ودي وأخوي بين الزعيمين كما نتابع مع حضراتكم الآن، يبرز مدى التقارب بين القاهرة وعمان ويبرز مدى علاقة الأخوة التي تربط بين الزعيمين.